السلام عليكم. نومبر اوبوزي عددان متقابلان، كيف نحدد عددان متقابلان؟ اذا لاحظوا معي هذا العدد، العدد اثنان. اذا هذا العدد مكون حقيقه من شيئين، اذا لوسين وكاين لا بارتي نيميريك، يعني مسافه العدد عن الصفر، لا ديستونس ا زيرو. إذن سين بوزيتيف ومسافة العدد عن الصفر اثنان. نأخذ العدد ناقص اثنان، سين نيجاتيف ومسافة العدد عن الصفر اثنان، الديستون زيرو هي جوج. إذن إلى خدينا المستقيم المدرج، لدينا العدد اثنان، الديستون زيرو هنا هي جوج، والعدد ناقص اثنان كذلك الديستون زيرو هو جوج، ولكن العددين لهما إشارتان مختلفتان. إذا كنقول بأن جوج وناقص جوج عددان متقابلان، دو نومبر أوبوزي. نأخذ العدد مثلا أربعة وناقص أربعة، إذا دو سين أوبوزي، إشارتان مختلفتان وعندهم نفس المسافة عن الصفر اللي هي أربعة. إذا كاتر إي موان كاتر دو نومبر أوبوزي. الإشارة الموجبة في الأغلب ما كنكتبوهاش، إذا كندير 5 و موان 5. إذا في الأصل راه ممكن ندير بلوس 5، ولكن في الأغلب كندير 5. إذا اون ابيل نومبر اوبوزي دو نومبر غولاتيف تيل كو لوغ سين سون ديفيرون، إذا إشارتان مختلفتان، واحد موجب واحد سالب. لوغ بارتي نوميريك سون ايكال، ولا لا ديستونس ا زيرو سون إيكال، يعني عندهم نفس المسافة عن الصفر. ناخدو تمرين تطبيقي. ديتيرميني لوبوزي دو شاك نومبر، إذا لو نومبر لوبوزي، إذا 5 يعني في أسرع بلوس 5، إذا لوبوزي سي موان 5. لوبوزي ديال موان 3 هو موان 3، دائما كنضربو العدد في موان، إذا موان موان 3 هي بلوس 3. لوبوزي ديال موان 5 سور 2، إذا هو 5 سور 2. إذا ناقص 3 على جوج، على ناقص جوج، إذا هي ناقص، يمكن ندير ناقص ناقص 3 على جوج، على ناقص جوج، وناقص على ناقص عدد موجب، إذا ناقص 3 على جوج. ناقص ناقص 5، إذا يمكن لي نبسط هاد الكتابة، هاد ناقص ناقص لحيت الإشارة لحيت الأقواس غتولي هي 5، ناقص مع الناقص موجب، إذا غتولي 5، إذا المقابل لوبوزي ديال 5 هو ناقص 5. أو لي يمكن لي ندير ناقص 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 5، وهنا إلا حيت الأقواس، إذا ناقص مع الناقص غتولي زائد، يعني ناقص 5، يعني ناقص 5. المقابل ديال الصفر هو الصفر، إذا العدد صفر هو عدد موجب وسالب في نفس الوقت، وبالتالي المقابل ديالو هو نفسه.